أهلا وسهلا بكم. بهذا الدرس نريد نشتغل على heading title component اللي هي component بسيطة جدا. أني أريد هنا بال يعني home page مالتي يكون عندي ثلاث سلايدر، يعني هذا واحد والثنين جواها والثالث أخليها اللي جوا. أريد يكون لكل سلايدر title، فراح أسوي component heading title وأنطي لكل سلايدر. فأرجع للـ VS Code وداخل الـ component new folder أقول heading dash heading title وأسوي الـ component heading title.jsx. طبعا ما راح اسوي لها ستايلز، راح اسوي الستايلز بداخل الكومبوننت وهي سهله جدا. عندي div وبداخل div عندي h2، والh2 تاخذ title من الprop لا اقول title. حلو، وانطي للdev style يساوي div style، واجي هنا لي جوا يعني خارج الكومبوننت اقول const div style. هذا div style انطيناها للdev يساوي، فانطي الstyles للdev اقول padding 10 بيكسل من الفوق والتحت و30 بيكسل من اليمين واليسار، وانطي back ground color FFF يعني background color white، وانطي بعد اسوي بعد class لل h1 اقول const طبعا h2 styles، لازم اسوي styles يعني هي مو مفرد جامع styles، اقول h2 styles اقول color شو color، انطي هذا الكالر اللي هي كالر الازرق 6D2، وانطي فونت سايز 30 بيكسل، وانطي بعد فونت ويت 500، وبعد عندي بوردر بوتوم 2 بيكسل سوليد اللون الازرق اللي عندنا هنا، راح اسوي لها كوبي وانطيها هذا اللون، واقول ويد يكون ماكس كونتنت، وبعد انطيها شنو بادينج باتم 5 بيكسل، والكلاس انطيها لمن لل h2، فاقول style يكون h2 styles. حلو، انطيناها وطبعا كملت الكومبوننت مالتنا وما سوينا يعني فايل css خارجي، انطينا الستايلز بداخل الكومبوننت لان هي كومبوننت خفيف ما تحتاج اسوي لها فايل اخرى. فاني اجي على الاب جي اس اقول كنترول بي على مود افتح الاب جي اس واختارها، وبالاب جي اس فوق البوك سلايدر اقول هيدنج تايتل، لازم انطي التايتل. فالتايتل راح شي يكون التايتل اريدها تكون موست gifted، اقول تايتل يساوي موست gifted. خلي ارجع للبراوزر. حلو، لاحظ صار السلايدر لها تايتل، واني اريد بعد اثنين سلايدر هنا بالهوم بيج. ف بسيطه جدا اسوي كوبي للهيدنج والسلايدر داخل اب جي اس، واللي جوا اسوي لها شنو اسوي لها بيست، والثانيه انطيها بيست سيلر تايتل، والثالث انطيها ال
طبعا most wished for. خلي ارجع للبراوزر. حلو، عندنا يعني سلايدات اكثر. طبعا هو لازم يكون هنا مثلا كتب تختلف وهنا كتب تختلف، بس احنا ما نريد يعني نسوي هواية داتا، بس يعني بروجكت حقيقي طبعا هنا يكون الكتب اللي هنا تختلف عن الكتب اللي هنا. احنا نريد بس الفكرة، اهم شيء عندنا الفكرة. البيانات هي يعني دامي داتا، بيانات بس للشغل للديفلوبينج. فبالدرس القادم راح نشتغل على الفوتر. شكرا جزيلا، اشوفكم بالدرس القادم.